جماعة الخير، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا في بيت لحم عند سمير ابو شكرة، شايفين الدار هذا القدام تشوم؟ هذه الدار مساحتها 500 متر لسمير ابو شكرة، صارت مكلفته فوق ال 500,000 وبدهم يهدوا له اياها. حسبنا الله ونعم الوكيل، وخلينا نشوف سمير شو صار معه. السلام عليكم. سلام سمير اخوي، يعطيك العافيه. حبيبي الله يعافيك ويسعدك سمير، ان شاء الله ربنا بيحميك وبيحمي لك دارك يا رب. الله يسعدك يا رب. قلنا شو اللي صار معك، شو اللي صار معك ابو محمود؟ بتعرف انا زلمه حطيت كل حياتي وكل ما املك وكل ما لدي في هالدار الا كون حياتي، فالحمد لله رب العالمين. بتفاجأ في اخر لحظه ان الدار بدها تنهدم. طيب المحامي شو بقولوا لك يا سمير؟ ما هو المحامي اللي اتصل فيه، اللي حطيته ودفعت له مصاري وبكيت مطمن، هو اللي بتصل فيه بكل أمرك بس عند ربك، أمرك بس عند ربك. يعني قرار محكمة عليا إنها انهدمت الدار، وباعتبار الدار مهدومة يعني هدموا حياتي وهدموا كل شيء بملكه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وخلينا نورجيكم الدار يا جماعة الخير، وإن شاء الله شباب بالله عليكم تدعوا انه ربنا يعمي عنهم عنها. ما شاء الله، لان هالدار يعني الزلمه حاطط اللي فوقه واللي تحته، مش مخلي كل مصاريه كل تحويشه عمره حطن في هالدار زي ما انتم شايفين، وان شاء الله ربنا بيحمي له اياها. سمير ان شاء الله ربنا بيحميك وبيحمي دارك اخوي، حبيبنا اخوي يا سمير. خلي جو الناس اللي بتشوف عندك تدعي. شباب شفتوا شو طلب منكم، طلب منكم تدعوا له. تحياتي.